السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها أهالي بلدة جبل المكبر أمام بلدية الاحتلال احتجاجا على سياسة هدم منازل المقدسيين. نشاهد هنا أعداد كبيرة من الأطفال والشبان الذين جاءوا اليوم أمام مبنى بلدية الاحتلال ليوصلوا رسالتهم وصوتهم احتجاجا على سياسة هدم المنازل. سنحاول الحديث مع المتواجدين هنا من أهالي بلدة جبل المكبر. السلام عليكم، يعطيك العافية. السلام ورحمة الله. عرفنا بنفسك بالبداية. زكي أوسات من جبل المكبر، من أصحاب البيوت المهدمة. نعم، نشهد أنت تحمل رسالة، ما مضمون هذه الرسالة ورسالتكم اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية؟ اليوم رسالتنا إلغاء التنظيم الذي سمي برقم معين بهدم البيوت وإعادة هيكلية. هذا بما بعطي شرعية للاحتلال بهدم بيوتنا جميعا. واليوم تقريبا في عنا أكثر من 250 بيت في جبل المكبر مهددة بالهدم بدون أخذ أي اعتبارات من إنسانية أو أي شيء آخر. وفعليا هذه السياسة بدأت التنفيذ، هناك منازل تم هدمها في بلدة جبل المكبر. هدم بيوت كثيرة كثر في جبل المكبر، وتقريبا شبه أسبوعيا يقوم هناك الاحتلال بهدم بيوت في أحياء جبل المكبر. واليوم احنا جايين نوصل رسالة بوقف الهدم، بوقف هدم البيوت، بإرسال رسالة بتمديد لأكثر من 10-15 عام حتى نستطيع أن نجلس ونضع خطط المستقبلية لبيوتنا وكيف نستقبل مستقبلا نقدر نعيش بجو جيد. احنا كمان منطالب في مساواة بين اللي هم بيدعوا فيها للأسف، مساواة بين الشعب الغربي القدس وشرقي القدس. نرى يوميا هدم بيوت في شرقي القدس بشكل عشوائي بدون اي اعتبار. احنا اليوم نطالب بوقف الهدم، بإعداد التنظيم بطريقة لائقة بحياة الإنسان الفلسطيني يستطيع أن يعيش في هذا الجو. محيط بلدة جبل المكبر نشاهد بناء المستوطنات الإسرائيلية في الوقت الذي يتم هدم فيه منازل المقدسيين أو التهديد بالهدم. شكرا لتواجدك معنا في هذه النافذة أيضا، ونستكمل الحديث مع المتواجدين. يعطيك العافية. تعرفنا في حالك. موسى بشير بحكي من جبل المكبر. نشاهد هناك تواجد للشبان وهناك أطفال أيضا متواجدين في هذه الوقفة الاحتجاجية. ما رسالتكم اليوم وإيصال صوتكم لجميع من يستمع لنا في هذه النافذة؟ نعم، رسالتنا نوصل لبلدية القدس إنه ما يهدموش بيوتنا، إحنا بشرد في الأولاد تبعينا، إحنا أولادنا بيرجعوا زي ما قالوا، بيرجعوا من المدارس بلاقوش بيوتهم، فبصير معهم حالات نفسية، بصير معهم تبول لا إرادي، بصير معهم كل شيء، بصير معهم صراع. فنطلب من بلدية القدس وقف هدم التعسفي، وقف الهدم اللي بدون انذار، سابق انذار. نعم، ايضا معظم المتواجدين معنا هنا ربما هم اباء ايضا ولهم عائلات واسر، كيف يعيش المقدسي في مدينه القدس عندما يفكر بتامين مستقبل اولاده وعائلته؟ في احنا عايشين بالقدس في حاله رعب مع بلديه القدس، احنا طبعا بدنا نبني دور وبدنا الرقص بس ما بيعطونا مجالات. اذا انت بدك تسوي التنظيم او رخصه بدك مئات الالوف، بدك من 300,000 وفوق، لما قدرتنا نقعد نرخص ننظف الارض ونرخص. فلما بيجوا علينا بنبي بيت نقول 80 متر، اول شيء متخالف 100,000 وبعدين محامين وشغلات كثيره في البلديه، وبعدين بعد 7 سنين 3 سنين او 5 سنين بهدنا البيت بدون سابق انذار. تواجدك معنا اذا مشاهدينا الكرام، هذه السياسه التي تنتهجها بلديه الاحتلال في مدينه القدس تفرض مبالغ هائله على المقدسيين لمنحهم تراخيص في المدينه، ويعتبرها المقدسيين هي شروط يفرض الاحتلال شروط تعجيزيه لبناء منازل في مدينه القدس. لنستمع ايضا لما يقولونه هنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه. في الصحراء اجتمعت في كرامه الصحراء والجبل. نحن دائما كنا الشرارة الأولى، والآن نحن في المقاومة الشعبية، في المقاومة حقنا أن ندافع عن بيوتنا، سنكون الأوائل. نحن في القدس مرة أخرى تركنا وحدنا، ومن حقنا وسوف ندافع عن حقنا. القدس لنا، الأرض لنا، البيوت لنا. لن نسمح لهم بتهجيرنا، لن نسمح لهم بقتل أطفالنا. الآن
تم توجيه رسالة، تم تسليم رسالة إلى القضاء في المحكمة، ونحن نطالب في الرسالة نفس المطالب، أننا نرفض هدم بيوتنا، نرفض أن تقتلونا. تم تسليم الرسالة قبل قليل. وبالنسبة لبلدية العهر، بلدية الاحتلال، بلدية القاتل، بلدية الهدم، الرسالة واضحة، لن نرحل من أرضنا، لن نرحل من أرضنا، لن نهدم بيوتنا بأيدينا، لن تهدمونا، لن تقتلونا. نحن هنا، قوانينكم جائرة، قوانينكم مزيفة، قوانينكم مجيرة، وبس لأن الناس هم بدها شوية بلغة أهم نتس بلغتنا جدا. نحن نمتعين بور مش ليون اني دبرت اني دبر اليخا بشيما تبكيش الخا. يعني اذا نستمع الى هتافات المقدسيين وايضا لهذه اللافتات التي يحملها اهالي مدينه القدس، تؤكد على اراده المقدسيون الصلبه وانهم يرفضون عمليه تهجيرهم القسريه. يعني ما كتب على هذه اللافتات: بيوتنا حياتنا، لا تقتلونا، ايضا اوقفوا هدم البيوت ولن نرحل من ارضنا. يعني هذا جزء ما كتب على اللافتات التي يحملها اهالي مدينه القدس وتحديدا اهالي بلده جبل المكبر. ولكن اشير الى نقطه بان هذه السياسه التي تنتهجها بلديه الاحتلال ليس فقط في بلده جبل المكبر، بل هي في معظم احياء مدينه القدس، في الوقت الذي نشاهد عمليه بناء المستوطنات الاسرائيليه في محيط مدينه القدس ومحاصره المدينه بما يسميه المقدسيون بسرطان المستوطنات، الذي ينتشر بشكل يومي في المدينة، في الوقت الذي يتم فيه تهديد المقدسيين بهدم منازلهم أو تنفيذ عملية الهدم إن لم تكن من بلدية الاحتلال وبجرافات الاحتلال عفوا، هو سيكون يعني يكون بإجبار العائلات المقدسية على أن تنفذ عملية هدمها بيدها. إذا هذه الصورة المباشرة، كنا معكم من أمام مبنى بلدية الاحتلال في مدينة القدس، وفي هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أهالي بلدة جبل المكبر احتجاجا على هدم منازلهم في المدينة بشكل متكرر وبشكل شبه يومي.